موجز الأهم الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم. نقل المنسق الاجتماعي للقيادة العامة للقوات المسلحة الشيخ بلعيد الشيخي مواساة وتعازي القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في وفاة عدد من رجال العرف الاجتماعي من مشايخ وعيان القبائل في هذا الشهر، حيث ثمن القائد العام دورهم في خدمة الوطن ومساندتهم للقوات المسلحة. كما نقل ممثل القيادة العامة مواساة كافة النسيج الاجتماعي في ليبيا من أقصاه إلى أقصاه في وفاة هؤلاء الشيوخ الذين مثلوا قامات كبيرة في هذا الوطن. قامت إدارة الهندسة العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بإعدام عدد من الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية إضافة لمخلفات الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي. قامت الهندسة العسكرية بنقل وتأمين تلك المخلفات وإيصالها للمكان الذي تمت فيه عملية التخلص منها. يذكر أن هذه الألغام تسببت في وفاة عدد من المدنيين والعسكريين خلال عمليات تفكيكها. قال الميليشياوي محمد الحصان التابع لميليشيات نصرت أنه لن يعترف بحكومة السراج إذا غادر وزير داخلية الصخيرات الموقوف فتحي باشاغا ترك منصبه. كان الحصان قد استقبل باشاغا بمطار معيتيغا الدولي عند قدومه من تركيا، قرر دعمه بمشاركة 300 سيارة مسلحة للميليشيات في إشارة إلى تصاعد وتيرة الصراع بين السراج وباشاغا. جدير بذكر أن الميليشياوي الحصان يتولى إمرة ميليشيا 166 التابعة لمصراتة، كان يقود ميليشياته في مواجهة الجيش الوطني خلال معاركه لتطهير البلاد من الإرهاب والميليشيات. جمد حركة 23 من أغسطس نشاطه لمدة 3 أيام حدادا على روح الشهيد سند المجرحي الذي ارتقت روحه في غوط الشعال بعد قمع الميليشيات للمظاهرات. هذا فيما أعلن الحراك أنه لن يكون مسؤولا عن أي مظاهرات تخرج خلال أيام الحداد الثلاث، وحذر من أي محاولة لوزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا استغلاله اسم الحراك وإخراج مظاهرات جهوية تقودها ميليشيات مصراتة التي قدمت إلى طرابلس وتعتزم الخروج بملابس مدنية لتضليل الرأي العام ودعم باشاغا أظهر بصورة الشخص الذي يدعمه متظاهر طرابلس مؤكدين أنه أحد أعمدة الفساد. تستمر الوحدات العسكرية التابعة للكتيبة 166 واللواء 73 بالقيادة العامة للجيش الوطني في الانتشار داخل شوارع وساحات مدينة سرت بالإضافة لمداخلها ومخارجها في تطبيق قرار حظر التجوال. بحسب الإعلام الحربي فإن الوحدات العسكرية ستقوم بمساعدة الأجهزة الأمنية في فرض الحظر، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من استمرار انتشار وباء كورونا في البلاد. ختام الموجز مشاهدين، والمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، في أمان الله.